طيب وصلنا الان لفقره يزن الرسان. يزن الرسان اسم فقرته، مين اللي سرق العمود؟ هي شغلات بنشوفها بحياتنا العاديه يعني، وما بخطر لنا، ويوميا بنشوفها بس ما بخطر لنا مين اللي سوى هاي او مين اللي ركب هاي او مين بنى هاي. خلينا نشوف اول حلقات من مين اللي سرق العمود. ارجع لكم، ارجع كهرباء. تعرف هاني؟ مين هاني؟ تعرف هاني؟ مين هاني؟ تعرف هاني الأردن؟ هاني الأردن؟ قول لي آه. هاني؟ هاني الأردن؟ آه قول لي آه. آه. هاني الأردن. شو بيشتغل؟ شو بيشتغل؟ ما بعرف صراحة. هاني الأردن شو بيشتغل؟ أنت بتقول شخصية بيشتغل وظيفة زي شو تتوقع يكون مثلا وظيفة؟ شو مهمته بالكوكب؟ يعني يؤدي الهناء والانبساط والراحة للأردنية. قربت. 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 تعرفي هاني؟ مين هاني؟ بالضبط. مين؟ ما بعرف. ما بتعرفي ولا هاني ولا واحد؟ عارف ليه انا ارجب بعضك؟ صوتي مش حلو. في الدنيا دي ما فيش من بعدك. شو الأوضاع؟ تمام والله بخير. تمام. تعرف هاني؟ مين هاني الأردن؟ لا يا زلمة، فيش حدا بعرفه. أنت ما بتعرف هاني الأردن؟ والله سامع. ركز معي يا زلمة، حصر لي راسك. مين هاني الأردن؟ حالة الصلاة، طول بالك. وقعتوا عندي هسه، بدي أحكي معكم كلكم. مرحبا. أهلا. شو أخبارك؟ منيحة بس ما بدي أحكي. ما في هذا التلفزيون يعني. ها؟ هاني الأردن. هاني الأردن؟ آه. يا هاني الأردن، هاني الأردن ولا هاني الأردن؟ لا، إحنا كلنا من هاني الأردن. ما اختلفناش، بس في راجل هنا اسمه هاني الأردن، تعرفه؟ هاني الأردن؟ لا والله ما بعرفه. متأكد؟ متأكد. مين هاني الأردن؟ من هذا السؤال أنا عم بسأله، أنت لازم تجاوب. لا أول مرة أسمع. هاني الأردن؟ والله ما بعرفه. ولا إشي؟ صف يا أبو الأخضر. أيه صفهم، صف تعال، صف يا رجل، صف. طلعوا يا محسيري. تعال. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. هلا هلا هلا. طيب شلونك؟ هلا عساك. شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. اخبارك شو مسويين؟ من وين وصلتوا هسه؟ وين تو؟ والله تو. من وين؟ من تبوك. انزلوا كلكم تعال. تنزل انزل. هذا برنامج يطلع على القناه، بس هسه انسانا من التفاصيل. تعال نخش ايش على موضوع الحلقه دغري. يا سلام. اي هذا نوال. بتعرف هاني الاردن؟ هاني الاردن؟ لا والله. حق اليوتيوب. سعد ربك. انزل 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 انزل. اعطيني اسمك الثلاثي وكل ايشي. ايوه ايوه ايوه. ايش يا احمد؟ الحمد لله على السلامة. انت هسه وصلت على الاردن بس؟ يا سلام، ريحتني. ليش؟ تعال 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 زي ما انت. بتعرف هاني الاردن؟ لا. تعال تعال يا احمد، تعال شوف شوف بعينك. مرحبا. بتعرف هاني الاردن؟ بعرف. مين هاني الاردن؟ هاني الأردن؟ آه. مين هاني الأردن؟ عمي هاني الأردن. بتعرفه؟ والله بعرف هاني شاكر. حرام عليك يا هاني. معروف صح؟ معروف. هذا اللي عم بحكيه من امبارح. عرفك هاني؟ لا والله. كل الأغاني القديمة عنده. آه. كمان شو كمان بتعرف عن هاني الأردن؟ أعرف إنه يسجل الأغاني القديمة. أيوة. عنده أشرطة قديمة من زمان وهو صغير. أيوة. مجمعهن أيام الثمانينات والتسعينات. أيوة. وتو يطلعهن على اليوتيوب، صار ينزلهن. عنده إيميل حساب على اليوتيوب وينزلهن. طب انت كيف تعرفت على هاني الاردن يا احمد؟ انت صدمتني. تعال ننصدم هناك انا وياك. تعال تعال يا احمد تعال. انت فين؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك حبيبي. الحمد لله على السلامه يا احمد. الله يسلمك حبيبي. الله يرضى عليك يا زلمه. اثلجت صدري مش مزح. الله يسلمك. عارف اذا سالت اقل شيء 800 بني ادم مين هاني الاردن؟ اشي بيقول لي هاني متواسي، اشي بيقول لي هاني شاكر. لا معروف، حتى عنده متابعينه باليوتيوب كثير. تعرفوه بالسعوديه؟ اي اي اعرف. كيف ما اعرف؟ طب احكي لي كمان عنه، نورنا. تابعت له مقطع انا قبل فتره. حتى حكروا حساب حقه. الغوه وسوى حساب جديد الحين، صار ينزل بعد. احمد نورت الاردن عن جد. انت كل اصحابك احلى عالم بالعالم. احنا هسه عباب بيت هاني الاردن. تعال نطلع نتعرف عليه. Thank you.
انت شو اسمك اصلا الاصلي؟ انا هاني الصافي. هاني الصافي، عيلتك الصافي. نعم. انا مبلش طبعا تجميع الارشيف من قبل. انت امتى بلشت؟ 81 هو يعني مش من صغير يعني. انا نزلت في مقابله انه اول تسجيل، بس ما حكيت اول تسجيل سجلت واحتفظت فيه اغتيال السادات في شهر 10 81. كيف كنت ارشف تسجل على من الفيديو؟ على كان من التلفزيون على الفيديو. على الفيديو هي هواية. بس هواية. هواية. يعني ما عندك اي هدف تاني كان من انك تجمع؟ لا، الا اذا كنت بعلم بالغيب، وسبحان الله ما حدا بعلم. طب بالغيب. طب هسه احنا ب 2014 نقلتهم كلهم اللي جمعتهم على. لا لسه. لسه في شغلات. لسه عم بعاني. الفيديو بعاني معي، لان حتى الفيديو انقرض. قديش عندك هلا داتا؟ عندي 1000 شريط. انا عندي 6 قنوات على يوتيوب. على يوتيوب. شو اسمهم؟ هاني الاردن، هاني جوردن، هاني صافي، يعني هاني 1، هاني 2. عشان اذا اغلقت قناه تكون الضربه اخف. انا لما تصل المشاهده عندي من 80 مليون ل 120 مليون، هذا يعني انت لو جبت انت منتج ما حدا سمع فيه، منتج يعني زي الفنكوش فيلم عادل امام، شيء يعني مبهم، وعرضته في ل 80 مليون، تخيل هذا المنتج شو راح يكون. يعني انت عندك نسبه مشاهده ببعض الفيديوهات توصل ل 180 مليون. لا كل الشانلز. لا لما تجمع كل الفيوز. اه كل الفيوز. اذا عندك انت فيديو منزله عليه كتير فيديوهات، انت مفروض يجيك منه فلوس. صح. ايوه. عم تتواصل مع يوتيوب؟ لا. أو عمرك حاولت؟ لا حاولت ووقفوا لي. هم استغربوا، يبدو انه اليوتيوب بستغرب اسمي عندهم. يعني هاني الأردن ممكن عاملهم، ما بعرف شو القصة، لكن أعطوني بارتنر وصرت بارتنر، وقالوا لي انت بيطلع لك هالقد وهالقد يعني بالنسبة للفيديو والمشاهدات. ردوا وقفوا فجأة، ما عندي أي مخالفة. يبدو انه اللي عندهم الادمنستريشن بيجتمعوا يعني بدون سبب في قوانين، لكن هم انا ما انا استثناء اصبحت لهم، ما بعرف ليش. طب انا ما خالفت، عندي جود ستاندينج الموضوع، طب ليش وقفوا؟ هم ما بعرف. انا اصدقائي منتدى طلال مداح، مطرب انا بحبه وبحب اعماله وبعرف اعمال جزء كبير من اعماله، وبعدين ابنه كان مشرف على موجهه تحيه عبد الله طلال مداح، هو مشرف على المنتدى. هو لما بالبدايه كان المنتدى ما فيك تسمي تاخذ الاسم باللغه الا الانجليزيه يعني. بعدين بحكي لي انت لخبطنا، كل يوم تنسى اسمك او تنسى الباسورد. يا اخي هسه صار في فرصه انك تاخذ اسم. بعدين انت الوحيد من الاردن عندنا، خلينا بدل ما تاخذ لي هاني 4 وارقام وكذا، لا هاني الاردن، انت الوحيد من الاردن. هون اجت التسميه. هذا اجت التسميه بال2002 2001 2002 بعد ما صرت تنزل اللي. لا 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 قبل طبعا قبل. لانه انت بتحكي بال2002 اليوتيوب، خلينا نتعرفنا بال2006 يعني. اوكي استاذ هاني، احنا كثير متشكرين لك، واحنا محظوظين كأردنيين انه بدون ما حدا يطلب منك انت قررت تجمع هذا الارشيف. وبنحكي للناس اللي ما بتعرف مين هو هاني الاردن، انه هاي هاني الاردن. الله يخليك يا رب. انا الشرف لي، وشكرا لكم كثير، وشكرا لقناتكم الكريمه قناه رؤيا، بنعتز فيها كصرح احنا في الاردن يعني، بجد بلا مجامله. واو، واخيرا عرفنا مين هاي الاردن. ابو زوز يعطيك الف عافيه، فقره رائعه جدا ومسليه، وانا بصراحه كان عندي فضول، كلياتنا كل الاردن عنده فضول انه يعرف مين هاي الاردن. للاسف وصلنا لاخر او لنهايه حلقه اليوم. حميد يعطيك العافيه وكل التوفيق يا رب، وان شاء الله ان الناس تحبك وتدعمك. سمير يعطيكم العافيه جميعا. بكره الحلقه بتنعاد الساعه 4:30. تصبحوا على راحه وامان وكل شيء حلو. بنحبكم، باي باي.